وتلك المرأة الوحيدة التي قلبت وجه التاريخ، وتلك المباركة في النساء والتي اختارها الرب وشرفها على نساء العالم. نكرمها لأنها فعلا تستحق ذلك، أصبحت أما للفادي يسوع. ربما يتساءل البعض، وخاصة أولئك الذين اليوم يدعون المسيحية ويقللون من شأن العذراء مريم، فينتقدوننا بأننا نبالغ في إكرام العذراء ونغالي في ذلك، كأننا نحجب وجه الألوهة أو نقلل من كرامة الله. بل بالعكس، الله الذي خلق الإنسان هو الذي أعطى كرامة للإنسان. ونسمع السيد المسيح عندما يوجه كلامه إلى الآب يقول له: والمجد أعطيتهم. ثم يقول لتلاميذه: والذي يكرمكم يكرمني. فكم بالأحرى نكرم تلك الأم التي حملت يسوع في أحشائها وربته وتعبت من أجله. نسمع اليوم مثلا ما يشاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعوقين. هذه الحقوق غايتها أيها الأحباء إعطاء كرامة للإنسان. الإنسان له كرامة، وخاصة المعوقين، لكي يعيشوا بكرامة وهم ينتقصهم شيء في جسمهم أو ما إلى ذلك. وهذا التعليم هو من تعليم الله بالذات. ولا شك، مثلا إذا برز شخص في الحياة، ابتكر شيئا أو كان يحمل مواهب، فنرى أن الدولة تكرم ذلك الإنسان. إذا نحن نكرم العذراء لأنها فعلا صاحبة مواهب، وفعلا كانت فريدة من نوعها لأنها استطاعت أن تحمل كلمة الله في أحشائها. وعندما نكرمها إنما نحن بالفعل نوجه الكرامة لابنها، فكل ما ينسب لابنها للمسيح يسوع ينسب إليها. وحتى كل رموز الكتاب المقدس في العهد القديم مثلا التي أشارت إلى يسوع كانت تشير إلى العذراء مريم. فمثلا عندما ظهر الله في الشجرة لموسى وتجلى في تلك الشجرة الصغيرة التي تدعى العليقة، فكانت تتقد ولا تحترق، فكانت تلك الشجرة رمز من العذراء التي ظهر وتجلى منها يسوع المسيح. وكان اليهود أيضا يحملون تابوت العهد ويكرمونه ويسجدون أمامه، وكان ذاك التابوت يحمل في داخله لوحة الشهادة، أي شريعة موسى مع قسم من المن وعصا موسى، عصا هارون التي أفرخت. فكانت تلك رمز إلى المسيح كلمة الله، وأما التابوت فكان يرمز إلى العذراء التي كان في داخلها يسوع المسيح.
أيتها الممتلئة نعمة، من من
من أين لي هذا؟ هو ذا حين سمعت صوت سلامك ارتكض الجنين في بطني. ويقول الإنجيل امتلأت الإصابات من الروح القدس وامتلأ يوحنا من الروح القدس فقط لمجرد وصول العذراء حاملة كلمة الله في داخلها. إذا تبقى أيها الأحباء العذراء حاملة للإله لأن يسوع أخذ جسده ودماه من العذراء فامتزج الجسدان في تلك الثمرة الطاهرة التي أعطتها العذراء مريم للبشرية. ويحول الماء إلى خمر. فهو ذا العذراء أيضا تنادينا اليوم وتقول افعلوا واصنعوا ما يأمركم به ابن الحبيب الذي جاء إلى العالم لأجلكم وذرف دمه المقدس وسفكه لأجلكم. فهتلك الثمرة الطيبة التي عصرها اليهود على الصليب تذوقوها وانظروا كم هي لذيذة الطعم. إذن أيها الأحباء اليوم يسوع المسيح وفي مثل هذا اليوم يعطي كرامة لأمه. هو الذي أوصانا قائلا أكرم أمك بجانبك. فالعذراء دائما هي ملكة وتتوج ملكة ودائما تجلس بجانب ابنها عن جهة اليمين. فينقلها العذراء ليقلها إلى السماء لقاء تعبها لقاء جهادها لقاء تواضعها وصبرها. وكفى أنه حل عليها الروح القدس وقدسها وطهرها. فيجدر بنا أيها الأحباء أن نخاطب العذراء اليوم ونقول أيتها العذراء يا من هربت إلى مصر خوفا من بطش هيرودس نسألك أن تذهب الآن إلى مصر ثانية وتزرع السلام هناك. أيتها العذراء يا من كان بسوريا بلدك فأنت كنت تحملين الجنسية السورية سوريا الكبرى وأقيمت كنائس عديدة على اسمك المبارك في سوريا أن تذهب اليوم إلى سوريا وتعيد السلام إليها أيضا. ومثلما باركت أرض العراق بظهورك قبل 300 سنة في مدينة الموصل وأعدت الفرس خائبين إلى بلدهم أن تذهبي إلى العراق وتردي لذاك النيران التي يحرقون بها كنائسك ويقتلون أبنائك. اظهري أيتها العذراء لأنك أم ونحن نعرف قلب الأم ونعرف جيدا كيف دخل سيف الحزن في قلبك عندما تنبى عنك سمعان الشيخ. انظري إلى حزن الأمهات
كفي أبصار الظالمين، وكفي الجوع والعطش والألم عن شعبة المسيح المتألم، بشفاعتك ولشفاعتك ولصلاتك يستجاب.